السلام عليكم، نتابع مع الجزء الثاني من المسألة ومع السؤال رقم 4 ألف. بين أن المشتقة الثانية f سكوند x تساوي 2 ناقص ln x على x مربع لكل x من المجال 0 زائد لا نهاية. إذا أولا لدينا هنا علينا أن نشتق المشتقة الأولى لنحصل على المشتقة الثانية، وهذه المشتقة الثانية تساعدنا على تحديد نقط الانعطاف إن وجدت بطبيعة الحال، يعني أن f سكون تنعدم وتغير إشارتها. لدينا f لx أو f بريم لx كما نعلم من خلال السؤال ثالثا ب يساوي x ناقص 1 زائد ln x على x. إذن هذه الدالة سوف نعيد اشتقاقها، ومنه f سكون يعني f بريم بريم تساوي هي مشتقة هذا التعبير والذي هو x ناقص 1 زائد ln x على x بريم. إذن هذه الكتابة هي على شكل خارج دالتين قابلتين للاشتقاق، وبالتالي نطبق العلاقة أو القاعدة، يعني نكتب مشتقة البسط x ناقص 1 زائد ln x بريم في المقام ناقص البسط اللي هو x ناقص 1 زائد ln x في مشتقة المقام على المقام أس 2 تساوي مشتقة x هي 1، لأن x هي 1 في x، لأن مشتقة x هي 1، مشتقة ناقص 1 0 إذن زائد 0، مشتقة ln x هي 1 على x الكل عامل لx ناقص. ثم نكتب التعبير الثاني x ناقص 1 زائد ln x ومشتقة x هي 1 الكل على x مربع، يعني f سكوند لx تساوي هنا ننشر x في 1 هي x زائد هنا 0 لا داعي لكتابته، x في 1 على x هي 1 لأن عدد في مقلوبه يساوي 1 ناقص هنا هذا التعبير الذي بين قوسين مضروب في 1، يعني سنكتبه كما هو، فقط نزيل الأقواس ونعلم أن الأقواس مسبوقين بإشارة سالبة، يعني نكتب مقابل الحدود التي بداخل الأقواس، مقابل x هو ناقص x، مقابل ناقص 1 هو زائد 1، مقابل ناقص زائد ln x هي ناقص ln x الكل على x مربع. إذن ومنه f سكوند لx تساوي هنا لاحظوا أننا سوف نختزل بx وناقص x عددين متقابلين، 1 زائد 1 هي 2 زائد ln x عذرا ناقص ln x ناقص ln x على x مربع، ومنه النتيجة المطلوبة لكل x ينتمي إلى المجال 0 زائد لا نهاية. السؤال ب قال استنتج أن منحنى C يقبل نقطة انعطاف يتم تحديد زوج إحداثيتيها. إذن استنتاج نقطة انعطاف. إذن بما أن f سكوند يعني f فتحتين f سكوند المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها، إذن يجب أن ندرس إشارتها، إذن فإن لها نقطة انعطاف. إذن لدينا نبدأ أولا بالقول على أن إشارة f سكوند x هي إشارة البسط واللي هو 2 ناقص ln x، لأن المقام دائما موجب قطعا. إذن ولدينا 2 ناقص ln x تساوي 0، يعني أن ln x يساوي 2 لأن الفرق ديالهم يساوي 0، إذن فهما الحدين متساويين، ومنه x يساوي exponential 2. إذن لماذا؟ لأن هنا ندخل ln ونكتب e أس 2، ومنه x تساوي e
أس إثنان. إذن ندرس الآن الإشارة ديال هذا البسط. إذن إذا كان إذن في الحالة الأولى إذا كان إكس أكبر من أو أس إثنان أو يساوي طبعا، فإن ألان إكس ستكون أكبر من ألان أو أس إثنان، يعني ألان إكس أكبر من أو يساوي إثنان، ومنه إثنان ناقص ألان إكس سيكون عددا أو تعبيرا سالبا، لأن هذا الأول هذا العدد إثنان أصغر من ألان إكس، إذن إثنان ناقص ألان إكس سيكون سالبا. الآن إذا كان إكس العكس، إذا كان إكس أصغر من أو أس إثنان، فإن ألان إكس ستكون أصغر من ألان أو أس إثنان، ومنه ألان إكس أصغر من إثنان، ومنه إثنان ناقص ألان إكس أكبر من أو تساوي صفر. إذن من خلال هذه الدراسة إذن اتضح لنا بسهولة طريقة تحديد هذا الجدول الإشارة ديال اف سكوند. إذن جدول إشارة اف سكوند سيكون بالشكل التالي: بهذه الطريقة نكتب هنا التعبير الذي لدينا وهو x، هنا 2 ناقص ln x قلنا أنها تنعدم في e أس 2، هنا لدينا 0 وهنا زائد لا نهاية، هذا التعبير ينعدم في e أس 2 اللي هو 2 ناقص ln x. قلنا إذا كان x أصغر من e أس 2 فإن 2 ناقص ln x موجب، وإذا كان x أكبر من e أس 2 فإن 2 ناقص ln x سالب، يعني هنا ناقص. إذا الآن نستنتج، إذا هنا تقعر سأف أو نكتب f سكوند ل x، يعني إشارته هي نفس إشارة، إذا هنا بلوس وهنا ناقص، ثم نضع هنا تتمة الجدول ونكتب تقعر سأف أو لا داعي لكتابته لأنهم لم يطلبوا منا جدول التقعر، بل فقط قالوا أن المنحنى استنتج المنحنى يقبل نقطة انعطاف. إذا يكفي أن نكتب بأن f سكوند لإكس تنعدم في إكس صفر تساوي أو أس إثنان، وتغير إشارتها، فإن سي اللي هو منحنى الدالة f يقبل نقطة انعطاف، يقبل نقطة انعطاف، نقطة انعطاف يتم تحديد زوج إحداثيتها، يعني زوج إحداثيتها هو زوج هو، إذن سنكتب الأفصول هو أو أس إثنان والأرتوب و F لأو أس إثنان، حيث F أو أس إثنان يساوي نعود إلى الدالة الأصلية، إذن هي أو أس إثنان زائد 1 على 2 ناقص ألان أو أس إثنان زائد 1 على 2 ln e أس 2 الكل أس 2. إذن هنا هي e أس 2 زائد 1 على 2 ناقص 2 زائد هنا 2 أس 2 4، 4 على 2، إذن هي e أس 2 هنا النتيجة نوحد المقام، إذن إذا كتبنا هنا في 2 في 2 نجد على أن هذا التعبير غيمشي مع هذا التعبير، يعني عددين متقابلين تصبح ناقص 4 زائد 4، إذن يبقى لنا فقط 1 على 2، إذن أو أس 2 زائد 1 على 2، إذن ومنه نقطة انعطاف هي أو مربع زائد 1 على 2. السؤال الخامس ألف
خامسا ألف. إذا بالنسبة خامسا ألف قال بين أن لكل إكس من المجال صفر زائد لا نهاية فإن إف لإكس ناقص إكس يساوي واحد على اثنان عامل على ln x ناقص واحد الكل مربع. ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنى سي والدلتا، واستنتج الوضع النسبي لسي ودلتا. هذا المستقيم دلتا كما تعلمون معادلته إجراج يساوي x. إذن فقط للتذكير، فرأينا ذلك في السؤال الثاني دال. إذن على بركة الله نبدأ بحساب هذا الفرق. إذن لدينا f لx ناقص x تساوي هي x أولا زائد واحد على اثنين. إذن نكتب fx ناقص ln x زائد واحد على اثنان ln x الكل مربع ثم ناقص x. هنا نلاحظ حدين متقابلين نختزل بهما x وناقص x، يبقى لنا واحد على اثنان ناقص ln x زائد واحد على اثنان ln x الكل مربع. النتيجة المطلوبة مكتوبة على شكل جداء، والعامل الأول هو واحد على اثنان، إذا نعمل بواحد على اثنان لنجد واحد على اثنان عامل لواحد ناقص اثنان ln x زائد ln x الكل أس اثنان. لاحظوا بأن هذا التعبير الذي بين قوسين عبارة عن متطابقة هامة، وهي واحد ناقص ln x الكل مربع، يعني على شكل a ناقص b الكل أس اثنان. الآن استنتاج، إذا هذه هي f x ناقص x. استنتاج الوضع النسبي للسي، إذا لدراسة الوضع النسبي للسي ودلتا، فإننا ندرس إشارة الفرق f لx ناقص x، والذي يساوي واحد على اثنان عامل لواحد ناقص ln x مربع. لدينا مهما يكن x من المجال صفر زائد لا نهاية، f x ناقص x فهو أكبر من أو يساوي صفر، بحكم أن هذا التعبير عبارة عن مربع، وهذا التعبير اللي هو واحد على اثنان موجب. إذن فإن cf يوجد فوق، إذن إذا ما يكون الفرق موجبا دائما، إذن فإن cf يوجد فوق، cf يوجد فوق المستقيم دلتا. خامسا باء، إذن انتهينا من السؤال ألف. خامسا باء، إذن نكتب السؤال ماذا يقول. استنتج أو أنشئ دلتا وسي في نفس المعلم، إنشاء دلتا وسي في نفس المعلم. إذن أولا نبدأ برسم المعلم، نأخذ محور الأفاصيل هكذا ومحور الأراتيب، ثم محور الأفاصيل هكذا، محور الأفاصيل، ثم نأخذ تدريجات خاصة بكل محور، لأن ندرج محور الأفاصيل، نعتبر هذه النقطة ذات الأفصل 1 2 3 4 5 6. ثم هنا لاحظوا لم أهتم بالأفاصيل السالبة، لأن التالة معرفة على صفر زائد لا نهاية، 1 2 3 4 5 هكذا، ثم ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وهكذا. إذن أولا نبدأ بدلتا، دلتا معادلة إيغريك يساوي إكس، إذن يمر من النقطة، إذن إيغريك يساوي إكس
مستقيم سهل يعني تمثيل هذا المستقيم. إذن يكفي أن نأخذ الأفصول، مثلا إذا كان x يساوي 1 فإن y يساوي 1، إذا كان x يساوي 0 فإن y يساوي 0. إذن يمر من النقطة ذات الأفصول 0 0 ومن النقطة ذات الأفصول 1 والأرتوب 1، إذن من هذه النقطة. إذن ثم نرسم هذا المستقيم، بهذا الشكل. إذن ماذا بأن رسمنا هذا المستقيم اللي هو إكراك يساوي إكس، وهو المستقيم دلتا. من خلال الأسئلة السابقة استنتجنا بأن كتأويل هندسي، إذن نرجع لجدول التغيرات. إذن للرجوع إلى جدول التغيرات نلاحظ أن هناك مقارب عمودي معادلة x يساوي 0، وهناك مماس أفقي عند النقطة ذات الأفصول 1 3 على 2. إذن هنا 1 3 على 2 1 في الأفصول 3 على 2 يعني 1.5. هنا لدينا 3 على 2، إذن هنا لدينا مماس أفقي بهذا الشكل. لدينا هنا مقارب عمودي اللي هو إكراك يساوي أو إكس يساوي صفر، الدالة تناقصية، هنا مماس، ثم تصبح تزايدية لنحصل على فرع شلجمي باتجاه المستقيم ذو المعادلة إكراك يساوي إكس، اتجاهه المقارب هو المستقيم دلتا كما قلنا إكراك يساوي إكس بجوار زائد لا نهاية، هكذا. إذا بجوار زائد لا نهاية، ولكن هناك نقطة انعطاف، نقطة انعطاف كما لاحظنا من خلال السؤال رقم 4. فنقطة الانعطاف هي أ مربع، إذا أ مربع تقريبا تساوي يعني 3 أ مربع باستعمال آلة حاسبة، يعني 2.7 نضرب 2.7، إذا تقريبا 7.3، تقريبا 7.3. وبالنسبة للأرتوب فهو أ أس 2 زائد 1 على 2 يعني تقريبا 7.8. إذن هنا 7.3 وهنا 7.3، هنا تقريبا، إذن هنا تقريبا توجد نقطة الانعطاف. إذن هكذا سيكون المستقيم يعني حسب جدول التقعر. إذن ستكون الدالة يعني بهذا الشكل مقعرة، ثم تصبح هنا يعني هنا محدب عفوا وهنا مقعر، إذن هنا محدب وهنا مقعر هكذا بهذا الشكل، ثم هنا تتغير الرتابة أو يتغير التقعر لتصبح الدالة محدبة، وهذا هو منحنى الدالة F. ننتقل الآن إلى السؤال السادس، والذي يقول سادسا ألف بين أن الدالة H التي تربط X ب X ln X ناقص X هي دالة أصلية، للدالة ln X، للدالة H صغيرة كأسوسي X A ln x على المجال، صفر زائد لا نهاية. إذا نلاحظ بأن h كبيرة، إذا لدينا لكي تكون h كبيرة هي الدالة الأصلية علينا أن نشتق h كبيرة ونجد h صغيرة. إذا لدينا h
دالة قابلة للاشتقاق كمجموع وجداء أدوات قابلة للاشتقاق. ممكن اللي ما دارش قاع هاد الجملة ماشي مشكل. دونك لدينا اش دالة قابلة للاشتقاق على صفر زائد لا نهاية كمجموع وجداء أدوات قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد لا نهاية، و اش كبيرة ل x بريم تساوي x ln x ناقص x بريم تساوي. إذا مشتقات هذا التعبير هو عبارة عن جداء، إذا نشتق التعبير الأول اللي هو x نضرب في ln x زائد، ثم نشتق نكتب التعبير الأول اللي هو الحد الأول x في مشتقات ln x، ثم ناقص مشتقات x هي واحد، يعني ناقص x مشتقاته هي ناقص واحد. مشتقات x واحد، إذا في ln x زائد x في مشتقات ln x هي واحد على x ناقص واحد تساوي واحد في ln x هي ln x، x في واحد على x هي واحد ناقص واحد، إذا تساوي هنا نختزل ناقص واحد مع زائد واحد لنجد النتيجة تساوي ln x. إذا هذه h بريم كبيرة ل x، ومنه h، إذا هو هي تساوي h صغيرة ل x، ومنه h كبيرة دالة أصلية للدالة h صغيرة. في السؤال ب قال ب باستعمال مكملة بالأجزاء بين أن التكامل من واحد إلى E ln x الكل مربع dx يساوي E ناقص 2. إذن كما تلاحظون بالنسبة لهذا التكامل فهو عبارة عن جداء حدودية وهي واحد ثم ln x. إذن لاحظوا نكتب الحروف L P E، هذه كدلالة على أنها بولينوم، هذه دالة لوغاريتم وهذه دالة الإكسبونسيال. إذن لدينا بولينوم ولدينا ln، إذن في الاختيار نضع u لx تساوي الدالة التي تتضمن ln وهي ln x الكل مربع، و v بريم نضعها هي واحد، ومنه يصبح لدينا u بريم يعني مشتقات u لx هي 2 في مشتقات ln x اللي هي واحد على x في ln x الكل أس واحد، و v لx مشتقات أو دالة أصلية لواحد هي x، ليصبح التكامل من واحد إلى e ln x مربع dx يساوي بين معقوفتين نضع u في v يعني x ln x الكل مربع، نحسب الفرق بين او وواحد ناقص التكامل الجديد هو التكامل ديال 2 في 1 على x في ln x في x dx من 1 الى e. هنا بعد الحساب نجد نتيجة هي e ln e مربع ناقص ln 1 ln 1 هي 0، اذا لن نكتب هذا التعبير لانه منعدم، ثم ناقص 1 الى e. هنا نختزل x مع x بسط مع مقام، ونخرج e 2 من التكامل لأن لدينا حسب خاصية خطانية التكامل، إذا التكامل ناقص 2 تكامل ln x dx حسب السؤال السابق. إذا ذكرنا بأن h كبيرة اللي هي x ln x دالة أصلية للدالة ln x، إذا مباشرة نكتب e، هنا ln e هو واحد إذا تبقى e ناقص 2، ونكتب الدالة الأصلية ل ln x هي x ln x ناقص x، ونحسب الفرق من واحد و e، إذا e ناقص 2 عامل على، إذا نكتب نعوض ب e لنجد e ln e يعني هي e ناقص ثم e لتكون النتيجة صفر ناقص نعوض بواحد لنجد واحد ln واحد واللي هي صفر ناقص واحد، إذا e ناقص 2 هنا لدينا صفر ناقص هنا صفر
وهنا ناقص، لأن هذا التعبير سيساوي صفر، ناقص مع ناقص تصبح زائد واحد. إذن النتيجة النهائية 2 في 1. إذن هنا واخا تبان لكم هنا الإشارة، الإشارة هنا راه ضرب هنايا، هنا راه عندنا في في زائد واحد، يعني زائد ناقص 2 في زائد واحد تساوي ناقص 2، إذن هي أو ناقص 2، وهذه هي النتيجة المطلوبة من 1 إلى أو. إذن إكس الكل مربع دي إكس تساوي أو ناقص 2. السؤال جيم وهو الأخير في الجزء الأول، احسب أو نحسب المساحة بالسنتيمتر مربع، مساحة الحيز المحصور، مساحة الحيز المحصور بين سي ودلتا والمستقيمين والمستقيمين اللذين معادلتهما x يساوي 1 و x يساوي e. إذن باختصار، إذن نكتب نطبق العلاقات التي رأينا في الدرس، إذن نحسب، إذن هذا المساحة هي التكامل، نضع الليبغم يعني المحدين ديال التكامل وهم المستقيمان اللذان هما مستقيمان عموديان على محور الأفاصيل x يساوي 1، العدد الأصغر في الأسفل والعدد الأكبر في الأعلى، ثم نضع القيمة المطلقة ونكتب f لx ناقص x، إذن f لx ناقص x، ثم نكتب dx. إذن هنا في 1 سنتيمتر مربع، لأن وحدة القياس التي أعطونا في بداية التمرين هي 1 سنتيمتر مربع، إذن تكامل من 1 إلى e. f لx ناقص x حسب السؤال 5 ألف هي 1/2 ln x ناقص 1 الكل مربع. إذن يمكن أيضا أن ننشرها، وسيكون ذلك أفضل إذا أخذنا التعبير المنشور. إذن هي 1/2 تكامل من 1 إلى E ln x مربع ناقص 2 ln x زائد 1 dx. إذن هي 1/2 التكامل، إذن باستعمال خطان يستكامل من 1 إلى E ln x مربع dx ناقص 2 تكامل من 1 إلى E ln x dx، ثم زائد التكامل من 1 إلى E dx 1 dx. إذا النتيجة هي 1/2. هذا التكامل سبق حسابه في السؤال ثالثا ب، وهو E ناقص 2 ناقص 2، هذا التكامل من 1 إلى E ln x dx، فهنا سنستعمل الدالة الأصلية لدالة الألين وهي x ln x ناقص x، ونحسب الفرق من 1 و e، ثم زائد، وهنا الدالة الأصلية لواحد هي x، نحسب الفرق من 1 و e، ثم نحسب 1/2 e ناقص 2، ننشر هنا، قبل النشر نعوض أولا ب e، نجد هنا e ناقص e يعني صفر، ناقص صفر ناقص 1 يعني تصبح زائد 1، ثم ناقص يعني هذه النتيجة كلها غتكون هي 1، سأفصل في الكتابة. إذن نكتب هنا بعد التعويض ب أه نجد صفر ناقص، وهنا بعد التعويض ب 1 نجد صفر ناقص 1، إذن صفر ناقص بين قوسين صفر ناقص 1، هذه النتيجة كاملة كتساوي 1، ثم زائد هنا أه ناقص 1، إذن أه ناقص 1، ثم نتابع هنا E ناقص 2 ناقص هنا 2 في 1 هي 2 ناقص 2 زائد E ناقص 1، إذا لتكون النتيجة 1/2 E زائد E هي 2 E ناقص 1 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 5. إذا النتيجة النهائية هي E ناقص 5/2. إذا هذه هي مساحة الجزء المحصور بين أو حيز المساحات الحيز المحصور بين حيز مستوى المحصور بين سي ودلتا والمستقيم الذي معادلته x يساوي 1 و x يساوي e. نتابع مع الجزء الثاني في فيديو لاحق إن شاء الله. إذا كنتم جدا في القناة لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.